مشاهدين ومتابعي قناة كل عام وانتم بخير بإذن الله. عام سعيد عليكم والعام القادم بإذن الله يبقى أسعد. أنا فعلا متفائل خير وعاوزكم أنتم كمان تتفائلوا خير. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وإن شاء الله كل اللي نفسه يروح يحج السنة الجاية بإذن الله ربنا يحققها له وينولها له بإذن الله. آمين يا رب. يا رب العالمين. سلام كل سنة وانت طيبة وطول. كل دي لا مش كل دي. كل سنة وانت طيبة. خلص سماك على خير بإذن الله. خد يا عم عديتك انت كمان. كل سنة وانت طيبين يا ولادي. بدي يحبوا يواجهوا كل السادة المشاهدين ويقولوا كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وكل حبايبنا اللي بيشاهدوا قناتنا بالف صحه وخير يا رب. بسم الله ما شاء الله. احلى حاجه من بعد صلاه العيد هي الفته، بموت فيها. وطبعا كعادتنا كمصريين يوم العيد الصبح بعد الصلاه لازم نفطر فته اللحمه بالثوم، ودي احلى حاجه في العيد، وده اكله سهله جدا وجميله وطعمها كمان ظريف. موجود طريقة عمايلها في قائمة تشغيل أكلات لحوم، هحط لكم الرابط بتاع القائمة كاملة في صندوق الوصف. وماما عملت لنا بمناسبة العيد تورتة جميلة واقتصادية، واللي حابب يشوف طريقة عملها يكمل الفيديو للنهاية. بعد ما أكلنا الفتة وحلينا بالتورتة الجميلة اللي انتوا شايفينها، استريحنا شوية وبعد كده طلعنا أكلنا الطيور بتاعتنا، وبالليل نزلنا على شط النيل نتمشى شوية وناكل الآيس كريم. كل عام وانتم بخير. كل سنة وانتم طيبين. عيد مبارك سعيد. عيد مبارك عليكم. انا عاوز اوصف لكم الجو شكله ايه. الجو في المحمودية بحيرة النهاردة روعة في الجمال. جو لطيف جدا، درجة حرارة منخفضة برغم اننا في عز الصيف. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، يمكن عشان مسطحات المياه الكتيرة هي السبب. احنا طبعا ما قدرناش نصور بالنهار النهارده، صورنا بالليل، كان في بعض اللقطات بالنهار بس كانت في البيت، ما قدرناش نطلع الشارع بالنهار لان الجو كان حر بالنهار، لكن بالليل الجو جميل جدا. عايزك تصور القمر منور. بسم الله ما شاء الله الجو جميل. واحنا النهارده راح نروح نزور اهالينا ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وانتوا كمان كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا. ودلوقتي اللي حابب يكمل معانا الفيديو ويشوف التورتيه الجميله دي اتعملت ازاي، دلوقتي انا عملت الكيكه بتاعتي وهحط لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف عشان ما اطولش عليكم. زي ما انتم شايفين كده هشه وجميله وشكلها اصلا يفتح النفس من غير حتى ما ازواها.
انا هبدأ دلوقتي افتحها وازوقها، ولازم احط في النص صوص الشوكولاتة قبل ما احط الكريم شانتيه، هو ده اللي بيديلها الطعم المميز الجميل. ودلوقتي هعمل صوص الشوكولاتة اللي هزوق به التورتاية. انا معايا كوباية لبن صغيرة اللي هي كوباية الشاي، ومعاها معلقة زبدة او ممكن سمنة بلدي، شوية فانيليا، ومعلقة شوكولاتة بودر، معلقة كبيرة، ممكن نحط اتنين او تلاتة، انا هحط اتنين عشان ازود كمية الشوكولاتة، معلقة نشا ومعلقة سكر. وعشان عبد الرحمن بيحب السكر زيادة انا هحط معلقة ونص سكر. هقلب كل المكونات على البارد الاول عشان اتأكد ان النشا مش هيعمل عندي اي تكتلات. هحاول اقلبها كده لمدة دقيقتين، وبعد كده بحطها على نار هادية واقلبها بالراحة لحد ما تتحول للسمك اللي انا عاوزاه. عملت صوص الشوكولاتة وقبل ما يجمد ويبقى ويوصل للدرجة اللي انا عاوزاها، يعني هو سايل شوية، انا هاخد منه حبة بس كده اسقي بيهم التورتاية من تحت، ده بيخليها طعمها مميز وجميل. ولو جربتوا عملتوها بالطريقة اللي انا بعملها دي هتلاقوا طعمها جميل جدا، احلى كمان من اللي احنا بنشتريها من المحلات. كمان المواد والخامات اللي انا بعملها مضمونة، وانا اللي عاملاها بايديا فانا ضمناها وبيبقى طعمها جميل جدا. وبعد ما اسقيها كويس بصوص الشوكولاته بحطها في التلاجة لمدة ساعة عشان تبرد خالص، وبعد كده بحضر الكريم شانتيه والمقادير بتاعتي، كوباية من الكريم شانتيه على كوباية الا ربع مية باردة، ومعلقتين من السكر، بضربهم كويس لحد ما يبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه، وبملى التورتاية من جوه بالكريم شانتيه، وبعد كده بحط الطبقة التانية. واخواتنا في الدول العربية اللي ما يعرفوش يعني ايه كريم شانتيه فهو عندهم بيتسمى دريم ويب. وبعد كده بحط الطبقة التانية وبتقل الصوص الشوكولاتة شوية عشان لما احطه على الوش يبقى تقيل ومتماسك وطعمه جميل. طبعا انا بتقل صوص الشوكولاتة على النار، على نار هادية خالص لحد ما يوصل للسماكة اللي انا عاوزاه او للسمك اللي انا محتاجاه، وبعد كده بسقي بيه التورتاية بالكامل، وده بقى اللي بيديلها الطعم والشكل الرائع في النهاية. وبراعي كمان ان انا احط صوص الشوكولاتة وهو سخن مش وهو بارد عشان ما يكتلش مني ويديلي المنظر الجميل على التورتاية لما تبرد. بعد ما بسقيها كويس من فوق بصوص الشوكولاتة وبغطي كل الاماكن المكشوفة، برش عليها بشر جوز الهند بيديلها طعم وريحة وشكل جميل. بعد ما حطيت عليها صوص الشوكولاتة نسبتها في التلاجة تبرد شوية، واول ما بردت رشيت عليها شوية من بشر جوز الهند، وحطيت في وسط التورتاية شوية من كريم شانتيه، وزي ما انتوا شايفين كده انا حطيت عليها الاوريو، وحطيت كمان على الجناب صوابع الشوكولاتة البيضة والبني، يعني على قد ما بقدر بزوقها وبالطريقة اللي تعجبني. وده كان الشكل النهائي ليها، واهم حاجة الطعم الجميل غير الشكل كمان. ياريت في نهاية الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.